حياكم الله. نعم، هناك صوت للحقيقة، هناك صوت للكلمة تخفيه أو تمحوه أو تلغيه أو حتى تختاله، سيبقى يصدح بالحقيقة. هذا الصوت يظهر جليا واضحا في جثة ملقاة أصابتها رصاصة غدر لم ولن تستطيع أن تخفي الحقيقة، حتى وإن أصبحت من ناقل للخبر إلى الخبر ذاته ستبقى شيرين أبو عاقلة ومن سبقها ذاكرة شاهدة وشهيدة الكلمة. رحم الله الزميلة شيرين أبو عاقلة التي طالها رصاص غدر الاحتلال صباح اليوم. أما عنوان صوت المملكة اليوم فسيكون عن الجدل بين مجلسي النواب والأعيان على إضافة عبارة والأحزاب السياسية لمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب. وللحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وأبدأ بعضو مجلس الأعيان معالي الدكتور أحمد العويدي العبادي. مساء الخير. مساء النور. وأهلا بعضو مجلس النواب سعادة النائب الأستاذ جعفر الربابعي. مساء الخير. مساء الورد، حياكم الله. حيك صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا. أهلا بكم. اختلف مجلس الأعيان والنواب على المادة الأولى من القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تنص المادة الواردة من الحكومة على يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، ووافق مجلس النواب عليها بعد إضافة عبارة والأحزاب السياسية، إلا أن مجلس الأعيان رفض هذه الإضافة وأصر على الإبقاء عليها كما وردت في مشروع التعديل الحكومي، وبقي مجلس النواب مصرا أيضا على الإضافة التي أدخلها على القانون. غدا مجلس الأمة يعقد جلسة مشتركة لمناقشة الخلاف بين المجلسين. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أجدد ترحاب بضيفي محفظ الألقاب، سأبدأ وإياكم اللقاء. أهلا بكما. هل تحتاج هذه الإضافة إلى اختلاف؟ أبدأ معك دكتور، تفضل. أشكرك أخي عامر، ويعني اسمح لي أن أتوجه بالتحية والاحترام إلى المشاهدين الكرام، وسعادة كبيرة بأن أكون برفقة أخي سعادة الأستاذ جعفر في هذا اللقاء. حقيقة بأنه كما أشرت بأن هنالك إصرار من المجلسين على موقفه فيما يتعلق بتسمية القانون. التسمية كما وردت في المشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، مجلس النواب أضاف مصطلح الأحزاب إلى السياسية. الأحزاب السياسية إلى مسمى القانون، ومجلس الأعيان يرى بعدم الحاجة إلى إضافة الأحزاب السياسية إلى تسمية القانون. ما هي الأسباب؟ والأسباب هنالك عدة أسباب. السبب الأول بأنه إذا أردنا أن نعدل بهذه التسمية نحن نحتاج إلى تعديل 4 قوانين، لأنه في هذه القوانين الأربعة وردت التسمية بقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، عندنا قانون الأحزاب، وعندنا قانون الانتخاب، وعندنا قانون الإدارة المحلية، وقانون أمانة عمان. في جميع هذه القوانين وردت التسمية بقانون الهيئة المستقلة للانتخاب. الآن إذا تم تعديل التسمية في قانون الهيئة المستقلة بقانونها بأنه أصبحت التسمية قانون الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية، هذا يستتبع بالضرورة أن نجري تعديل على جميع هذه التشريعات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأنه ليس هنالك ما يستدعي إلى تعديل التسمية، فاسم القانون لا يشكل حكما موضوعيا، وبالتالي ليس هنالك ثمة حاجة تستدعي إلى هذا التغيير. أمر آخر بأنه في التطبيقات العالمية التي لديها هيئات مشابهة للهيئة المستقلة للانتخاب في مملكتنا الحبيبة، حقيقة بأنه هي مكلفة بالشأن الانتخابي وإدارة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عملية
الأحزاب وشؤون الأحزاب وتسجيل الأحزاب، ومع ذلك التسمية مقتصرة على الانتخاب، الهيئة المستقلة للانتخاب، وبالتالي عمل الأحزاب مرجعه إلى الهيئة، إلى وزارة التنمية السياسية. يعني أقول بأنه تم نقل كثير أو معظم الاختصاصات نقلت، حتى لو نقلت إحنا إذا كل قانون بدنا نتبين ما هي المواد التي تضمنها هذا القانون، ما هي الأحكام التي تضمنها هذا القانون، وبالتالي بدنا نقول والله هذا القانون الفلاني ونفرد كل الموضوعات التي يتضمنها هذا القانون، ربما نكون أمام قوانين بعناوين طويلة. كويس، هذا موضوع طويل. وبالتالي التسمية كما أشرت بأنها لا توجد حكما موضوعيا، لا تشكل حكما موضوعيا، وأنا بدي أرجع أعدل قوانين، تم إقرار هذه القوانين هذا العام. ومسألة مهمة جدا لابد من الحديث حولها، مسألة الاستقرار التشريعي، أنه أنا أصدر قانون وبعد أشهر أرجع بدي أعدل قانون. صحيح واحد يقول لك والله التعديل في مادة واحدة في التسمية أو في، وهي إضافة يعني هو إضافة، وبالتالي إضافة أنا فقط. أرى بأنه طيب، ليس هنالك ثمة حاجة إلى إجراء هذا التعديل. أستاذ جعفر، سمعت ما تفضل به الدكتور ووضع هذه الأسباب، يقول لك إذا أنا بدي أحط قانون الهيئة المستقلة والانتخاب والأحزاب السياسية بدي أرجع قانون الانتخاب وأرجع قانون أمانة عمان وما إلى ذلك. نعم، لا يوجد ضرورة لإضافتها. تفضل. مساء الخير. مساء النور. هلا معالي الدكتور المحترم. أولا أنا يعني أثني على ما بدأت به أستاذ عامر من تأبين شهيدة الإعلام وشهيدة الكريمة الإعلامية المذيعة شيرين أبو عقلة، وأسأل الله لها الرحمة. وأيضا هذا ديدا العدو دائما، أسأل الله أن يقيض لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى جادة الصواب. الأمر الآخر سيدي، بداية وعطفا على ما تفضل به سعادة الدكتور، مجلس الأعيان ومجلس النواب كل منهما غرفة تشريعية قائمة بذاتها، كويس، يجمعهم مسمى مجلس الأمة. وفي الدستور لماذا يجتمع الأعيان والنواب في جلسة مشتركة حتى يتبين المشاهد من حقيقة هذا الأمر؟ عندما يتشبث كل منهما برأي فيجتمع الاثنان كما أجلس أنا وسعادة الدكتور هنا على هذه الطاولة، حتى نأخذ كل أو يأخذ كل منا بوجهته نظره، ثم يتم التصويت. وللعلم التصويت على أي مادة على بالجلسة المشتركة تكون بثلثي الحاضرين، أغلبية ثلثي الحاضرين. وبدي أحكي كلمة يعني قبل ما أخش في هذا الموضوع، أنا من الذين عارضوا إضافة هذه الكلمة ومثلي كثر، حتى وإن نجح في مجلس النواب. ماشي. وحتى أقول للناس أيضا، حتى غدا مثلا إذا بقي مجلس الأعيان متشبثا في هذا الرأي، نأخذ الذين لم يصوتوا على موضوع هذه الإضافة، سينجح هذا الأمر وسيبقى المسمى الهيئة المستقلة للانتخاب. هذا أولا. راح ينجح زي ما بدتم الأعيان؟ إن لا، مو بهذه الطريقة، وخذني على قد حروفي اللي حكيتها. تفضل. قلت إذا بقي مجلس الأعيان متشبثا بهذا الرأي مع الذين لم يصوتوا من أعضاء مجلس النواب على إضافة هذه الكلمة، قطعا ستكون الأغلبية مع عدم إضافة هذه الكلمة. طيب ماشي. هذا واحد. أيضا القرارات التي يخرج بها مشتركو هذه اللجنة، الجلسة المشتركة، هي قرارات تشريعية نهائية، وهذا من صحيح. من سيادتك سيدي نهائية، ثم ترفعه إلى كويس. جلالة الملك. طيب، هل الأسباب التي رفضت الإضافة عليها الأحزاب السياسية ذات الأسباب وأزيد عليها؟ تفضل. أيوة. السبب الأول كما تفضل سعادة الدكتور هو الاستقرار التشريعي. لا يجوز انه كل يوم احنا نفتح ونعدل ولمجلس النواب ولمجلس الاعيان وقرارات. هذا اولا. ماشي. ثانيا هنالك كلفه ماليه ايضا، احنا ما حسبنا حسابها بهذه الطريقه، الكلفه الماليه. الان انتم الان في قناه المملكه، كل اوراقكم مروسه في قناه المملكه، مطبوعاتكم، الارمات او الجارمات او الكذا، كله موجود. هذه كلفتها من 5 إلى 6 مليون الان بس بتغيير هذه الكلمه،
فقط لحالة. فإحنا كمان إحنا الآن بندور على الدينار بالآخر يعني، هذا يعني كلفة مالية بدنا نأخذها بعين الاعتبار أيضا. هذا السبب. هذا السبب. السبب الآخر إحنا نعدل القوانين؟ لا، اللي أكبر من هيك بدي أعطي أمثلة قديمة. تفضل. مجالس المحافظات في 2016 لمين كانت تتبع؟ وزارة الداخلية. وزارة الداخلية بعدين تنمية سياسية صحيح. كانت وزارة الداخلية. ليه ما عدلنا قلنا وزارة الداخلية والمجالس المحلية؟ المجالس المحلية صح. الآن المجالس المحافظات واللا مركزية تابعة للإدارة المحلية، لازم نكتب الآن المجال وزارة الإدارة المحلية والمجالس المحافظات أو اللا مركزية. ماشي. الآن بدي أحكي لك نقطة أخرى سيدي. الآن اوكي انت بتقدم للهيئه، احنا مشكلتنا بالمتن مو بالاطراف اللي هي المسميات. ما عندنا مشكله في لا مشاحه في في في, في هذه كويس. في هذا الموضوع اللي بدي احكي الان ايش كنت بدي اذكر ربك اذا نسيت. اذكر ربك لا اله الا الله محمد رسول الله. انت تتحدث عن المتن. عن المتن اللي هو كويس. المتن هو الاصل. ماشي. ولا فرق في المسميات. طيب. في اي حال من الاحوال. طيب. نعم. أنا بدي أطرح سؤال كثير بسيط وبدي إيه له إجابة. هل عدم قبول الأعيان بالإضافة له مفهوم سياسي؟ بمعنى هاي هيئة مستقلة ما إلها علاقة بالأحزاب، ما إلها علاقة بتنظيم الأحزاب، ما إلها علاقة بشكل الأحزاب، ما إلها علاقة كيف بده يفوت الحزبي أو ما يفوت الحزبي، ما إلها علاقة كيف تفكر الحكومة مع الأحزاب، لأن هناك وزارة للتنمية السياسية. هل هذا المفهوم ولا لا؟ أنا أعتقد بأنه إصرار مجلس الأعيان على التسمية هو بالاستناد إلى مفهوم قانوني والمسألة قانونية. أنه الآن إذا عدلنا التسمية زي أنا ما قلت بأنه سيستتبع ذلك بالضرورة تعديل 4 قوانين، هذا يؤشر إلى حالة من عدم الاستقرار التشريعي. الأمر الآخر، القاعدة تقول بأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وبالتالي أنا قلت الهيئة المستقلة للانتخاب أو سميتها ما شئت، العبرة بأحكام القانون والمهام. وبالتالي الألفاظ والمباني، العنوان ومفردات العنوان، هذه لا تضع حكما موضوعيا. مسألة أخرى، اختصاصات في الجانب السياسي وفي الشق السياسي وفي دور الهيئة المستقلة فيما يتعلق بالأحزاب وتسجيلها والرقابة على إيراداتها والرقابة على أعمالها، الاختصاصات المحددة في القانون هذه تمارسها الهيئة وفق أحكام القانون، وهي معنية وملزمة بأن تمارسها. والمشرع في قانون الأحزاب أوجد مرجعيات للعمل الحزبي تقيد بأحكام الدستور وبأحكام القانون، وبخلاف ذلك الأحزاب لديها مرونة كبيرة في العمل الحزبي. قانون الأحزاب الجديد أوجد وأكد على ضرورة تمكين الأحزاب والأعضاء المشتركين في الشأن السياسي. العمل الحزبي ليس له أي محددات أو ضوابط طالما هو ضمن أحكام الدستور، طالما هو ضمن ثوابت الدولة الأردنية. ثم أيضا آخر أمر آخر، المسألة اللي تفضل فيها سعادة أخي الأستاذ جعفر بأنه هنالك فعلا كلفة مالية كبيرة في المطبوعات، في الإعلانات، في كل هذه المسائل، أنه أنا والله بدي أعدل فقط حتى أضيف الأحزاب السياسية إلى مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب. أنا العبرة بالأحكام، وبالتالي أمامنا مجموعة كويس. من الـ 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 المسائل والحجج التي تدفع ربما بعدم ربما هذا لمجلس النواب رأي سياسي في الإضافة. لماذا يصر المجلس على الإضافة؟ ليس رأيا سياسيا، كن على يقين في هذا الموضوع. ماشي. إنما هذا طرح بمقترح من أحد الزملاء، ثم صارت قناعة عند بعضهم وعدم قناعة عند بعضهم الآخر، وتم التصويت على ذلك. لكن أنا اللي بدي أحكي لك هي ما زالت حتى مع وجود الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، ما زال الإشراف أيضا من وزارة التنمية السياسية. كويس. هنالك إشراف. ماشي. وكذلك تمويل مادي بالنسبة لهذه الأحزاب. مع العلم أنه أنا من الذين قالوا لا نريد تمويل مادي للأحزاب، يعني أنا باعتقادي أن العدل ألا يكون هناك تمويل للأحزاب من حزبي. الدولة وأنا حزبي. ماشي كويس. أيوة. ولذلك حتى في هذا في إشراف وتمويل مادي من وزارة الوزارة. يعني هنا بدي أخذك لسؤال. أحكي آخر كلمة. آخر كلمة بعد إذنك. طيب، في الزمن الماضي سيدي
اللي كان يقدم طلب حزب تأسيس حزب وين كانت؟ وزارة الداخلية. بعدين وين انتقلت؟ تنمية، على التنمية السياسية. بعدين الآن وين صارت؟ هي المستقبل. هي المستقبل الانتخاب. هذه تجربة، هذه التجربة يجب ألا نفشلها. نحن لسنا معنيين بنجاحها ككل، إنما معنيين ألا نفشل هذه التجربة. طيب تفضل. سأطرح سؤال لكن الإجابة بعد الفاصل. هل على الواقع تم نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة أم أنها على ارتباط بالوزارة؟ فاصل أول، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحاب بضيفي، وأعود لأطرح السؤال الذي طرحته قبل الفاصل. تحدثت بأنه هل على الواقع تم نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة أم أنها ما زالت على ارتباط بوزارة التنمية السياسية؟ يا سيدي، أنا حكيت قبل شوي ماشي. أنه تم نقلها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب برمتها مع الإشراف العام من وزارة التنمية السياسية والتمويل من وزارة التنمية السياسية، ولم تنتقل مع شخص، إنما هي عبارة عن برامج وجب تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. طيب ماشي. قانونيا بصير إنه هيئة، يعني الآن هي هيئة مستقلة لكن الحكومة هي من تشرف على عمل الأحزاب فيها. طب كيف صارت هي مستقلة إذا الحكومة ما زالت تشرف؟ أولا فيما يتعلق بنقل الاختصاص المتعلق بالأحزاب، سواء من حيث تسجيل الأحزاب أو من حيث متابعة الشأن الحزبي والشأن المالي وانعقاد الاجتماعات ومراقبة حسن التزام هذه الأحزاب بالقوانين الناظمة للعملية الحزبية، سواء في أحكام الدستور أو في قانون الأحزاب أو في أي تشريعات أخرى ذات علاقة. أقول بأنه بعد طبعا ما نشر القانون في الجريدة الرسمية وبعد مرور المدة المنصوص عليها في القانون 30 يوم، سوف تنتقل كافة المسائل المتعلقة بالأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وقد بيّن المشرع الإجراءات اللازمة في تسجيل الأحزاب. وهنا أقول بأن هنالك، يعني الآن ما في وزارة التنمية السياسية، هنا ما في وزارة التنمية السياسية في تطبيق القانون، ليس لوزارة التنمية السياسية، أو بالأحرى هي أصبح اسمها وزارة الشؤون السياسية بعد تعديل التنمية، وزارة الشؤون السياسية. بموجب قانون الأحزاب الجديد لا يوجد، لم ينص على اختصاص لوزارة الشؤون السياسية فيما يتعلق بالأحزاب. الوزارة لها اختصاص عام في الشأن السياسي وفي الشأن ماشي. البرلماني. يعني احنا الآن بالأردن خلصنا تنمية الآن، حتى نشيلها الآن التسمية وزارة الشؤون السياسية عدلت منذ يعني مدة. الآن تسجيل الأحزاب هذا أمر وضحه المشرع في قانون الأحزاب، بأن هنالك طلب يتم التقديم بطلب لتسجيل الحزب، هنا طلب التأسيس، والطلب التأسيس بده يبين المبادئ والأفكار التي يقوم عليها الحزب، وبالعادة في وثائق بدها ترفق بهذا الطلب. عندي ما يسمى بالنظام الأساسي، وفي عندي سنة تفويض من قبل المؤسسين لمجموعة من الأشخاص وبعض المعلومات المتعلقة فيهم، في شهادة خطية تقدم من 3 أشخاص اللي بالعادة يتم تفويضهم عن الهيئة التأسيسية يصادقوا على صحة التواقيع المقدمة من هؤلاء الأشخاص. يقدم الطلب بالعادة إلى أمين سجل الأحزاب، هذا الأمين هو عبارة عن موظف طبعاً، نعم بنص القانون هو موظف في الهيئة المستقلة للانتخاب، معني ومكلف من قبل مجلس الهيئة بإدارة هذا هي الملف. وحدة أصبحت هو أمين سجل، أمين سجل، وفي مفوضين سجل هو معني ولديه
اختصاصات بأنه معني باستقبال الطلبات، التأكد من مطابقة هذه الطلبات للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وبده يقدم إشعار بأنه قد تسلم الطلب خلال المدة الفلانية، ثم يتأكد من حيث المؤسسين والنسب التي اشترطها القانون، لأنه كما تعلم في عندي 20% من النساء و 20% من الشباب، بالإضافة أنه لازم يكون عندي مؤسسين من 6 محافظات. صحيح. من كل محافظة عدد محدد في القانون. بعد ذلك هو بده يبين بأنه الطلب يعني متفق وأحكام القانون، ثم بعد ذلك الحزب معني بأن يعقد المؤتمر التأسيسي الأول بعد سنة. الآن مسألة الموافقة على تأسيس الحزب هي لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب. نعم. كان في المشروع يكون في عندي مفوض. نعم. لكن تم تعديل هذا الشخص. المفوض بالعادة يكون أحد أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، تم التعديل من قبل مجلس النواب، مجلس الأعيان وافق على التعديل. نعم. بالمناسبة أخي عامر، لما إحنا نتكلم عن موضوع التوافق والتباين في الرأي بين النواب والأعيان، هناك توافق كبير. نعم. جدا، وإحنا بالنهاية جميعنا. لكن هناك من يرى التشريعية الأولى والتشريعية الثانية. يعني هذا كلام أخي عامر. إحنا نحكي بصراحة، السلطة التشريعية بمجلسيها الأعيان والنواب سلطة في الدولة الأردنية، سلطة تعمل بمقتضى أحكام الدستور، سلطة يعني وجود مجلس نواب ومجلس أعيان هي عملية تكاملية في التشريع، وبالتالي نحن وهم يعني نسعى إلى أن نكون أمام نصوص قانونية حقيقة يعني وتجويدها وما إلى ذلك. الآن التسجيل فيما يتعلق بمجلس الهيئة، لأن الهيئة المستقلة هو اللي بده يوافق على طلب تأسيس الحزب، وبده يتابع شؤون الحزب، وبده يصدر القرارات الخاصة في الأحزاب، بده يتواصل مع مندوب الحزب، بده يعني وبالتالي هذه ما تتفضل فيه هي صلاحيات الهيئة المستقلة، هي صلاحيات الهيئة المستقلة بالنسبة للأحزاب المتعلقة في الأحزاب. طيب الآن السؤال بطرح نفسه، الآن الدكتور تحدث بأنه مجلس الهيئة المستقلة الانتخاب هو الذي سيوافق على طلب التأسيس للأحزاب. نعم. مزبوط، هذه نعم. نقطة. إذا ما في داخلية لاحقة وما في أمنية أبدا أبدا. شوف سيدي، موضوع من يضمن ذلك؟ موضوع أنا معك، بس يضمن ذلك الدستور والقانون. ضمن للمواطن الأردني، ومن ضمن مواد القانون اللي تم نعم. تعديله، أنه يضمن للناس صحيح. الحرية في اختيار الحزب، ولا يلحق أي مساءلة قانونية ولا مساءلة كذا، ولا يجوز معارضة في أي لحظة من اللحظات. هذا نعم. إشي مفروغ منه، بس بدي أنا أحكي فضل. بشكل عام نوعا ما بعد إذنك أستاذي. تفضل يعني. تمام. شوف، أن نعود إلى الحزبية كما كانت في الزمن الماضي وكما هي الآن معمولة في الدول الكثيرة المتقدمة، لا يكون إلا من طريقين. الطريق الأول هي زي ما تفضلت أنت، تنمية سياسية عند المواطن، فكر حزبي يتعود عليه ثم ينخرط في موضوع الأحزاب. هذا ربما سيأخذ وقتا طويلا حتى نصل بالشعب الأردني إلى هذا. كويس. لأنه ما تربى على الحياة الحزبية. كويس. لكن بيظل عندك إشي اسمه التشريعات الإلزامية. أنا الآن بدي أمضي قدما في هذه الدولة، لا يكون إلا من خلال بوابة واحدة هي البوابة الحزبية التي تأخذ بأيدينا إلى مجلس النواب ثم إلى تشكيل الحكومات البرلمانية أو الحزبية. طيب وبالتالي إذن إلزامية. كويس. إلزامية. ماشي. أنت البوابة الوحيدة. كويس. إلى الدخول إلى هذا التشريع من خلال الأحزاب. وبالتالي سأذهب إياك للحديث عن الواقع الحياة الحزبية في الأردن. نعم. وأنت كأنك قاعد بتقول لي يا أخوي إذا ما كان في قانون نعم واضح يسمح للناس وما بيخوفوا من ضم الأحزاب، شو راح يصير عندنا؟ لا تنمية بالزبط. ولا أحزاب. نعم. كيف تقيم واقع الأحزاب الجديد يا أستاذ جعفر ربابعي وأنت ابن الأحزاب؟ نعم. هناك ما هو العنوان الأمثل لولادة الأحزاب الجديدة؟ هناك من يقول بأنه ولادة الأحزاب في الأردن نوعين. نعم. واحد طبيعي. نعم. واحد أنابيب. أيوة. أيهما تذهب
إليه شوف أكثر. شوف هل فعلا هناك بس نعبي أسماء ونوصل تأسيس بالأحزاب؟ هي ولادة طبيعية 100%. كويس. ومع إيماني حتى أن ولادة الأنابيب أيضا ربما تخرج نشأ قويا أيضا. لكن أنا بدي أحكي شغلة الآن، ما دام صار في قانون إلزامي لبوابة التشريع هي قانون الأحزاب، ماشي، تدخل إلى 42 مقعد في مجلس النواب في المرة القادمة من بوابة الأحزاب. أعطيني أحزاب. إذا الأحزاب، في موجود أحزاب على الواقع، إحنا الآن عندنا حوالي 56-57 حزب قديمة. 57 حزب وفيه 11 مكتوب ترخيص، ماشي. بالضبط. 57 حزب كم واحد بده ينجح بست محافظات؟ يا سيدي الآن لكل مجتهد نصيب. اسمعني، 39,000 أو 49,000 لا يحضرني الرقم، هم عدد الحزبيين في الأردن. نعم. من 57 إذا دقيقة لو سمعت، يعني كلهم لو انتخلوا شيء. إذا الآن 39,000 الآن حزبي. إذا خلينا الموضوع بدون قانون إلزامي بصير في عندنا حياة حزبية؟ لا أبدا. ولذلك يا سيدي إحنا ألزمنا أن يكون هنالك حياة حزبية من بوابة القوانين. كيف تصنف الحياة الحزبية؟ ما زالت ضعيفة. أنا بحكي لك التشكيلات الجديدة الآن لحد هذه اللحظة السياسية. ما زال التشكيل لحد هذه اللحظة ضعيف، وولادتها بعدها في عسر لحد هذه اللحظة. ماشي كويس. نعم، ولكن في قادم الأيام سيكون هنالك أعداد حزبية مع الحماية، حماية الدولة والقانون لهم في الانخراط في العمل الحزبي، سيكون هناك أحزاب وأحزاب قوية تخوض غمار الانتخابات. ولكن أنا بدي أحكي لك شغلة، لا يظن أحد سواء نحن أو المواطن الكريم أن أكل هذه الأحزاب وثمارها ستيجي بكرة. صحيح. وبعد بكرة وبعد سنتين وبعد 3 سنوات، هذه على مر الأزمنة بعد 10 سنوات 12 سنة. كويس. راح يكون فعلا حياة حزبية حقيقية تؤتي ثمارها، وسيلمس المواطن الفرق بين ما كان عليه وما سيؤول إليه أو ما آل إليه. حديث. نعم. جميل. نعم. لكن هذا يتطلب واقع على الأرض. هل الأحزاب في الأردن قادرة على تسويق نفسها أم أنها ستلجأ إلى العشائرية؟ أنا بالدرجة الأولى أخي عامر بدنا نحكي في هذه النقطة، وأعتقد بأنها واقعيين نكون دكتور بيت القصيد في كويس. هذا الموضوع هناك حديث كثير حول الأحزاب خليني أقول الانتماءات الحزبية وإقبال الناس على الاشتراك في الأحزاب وما إلى ذلك، وأنه هناك يعني إحجام عن العمل الحزبي وما إلى ذلك. أقول بأنه التعديلات الأخيرة أو القوانين الأخيرة أو التعديلات الدستورية وصدور قانون جديد للانتخاب وقانون الأحزاب يعني المدقق في أحكام هذه القوانين يرى بأنه هناك نقلة نوعية كبيرة، وهنالك عمل على تمكين العمل الحزبي بشكل كبير ودور كبير للأحزاب وتحفيز للناس للانضمام للأحزاب. وأنا أقول بأن هذه المسألة تحتاج إلى قراءة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب حتى نصل إلى هذه النتيجة. إذا ترك الأمر في الوضع الطبيعي في المسار الطبيعي للأحزاب وللانضمام للأحزاب ستبقى الحركة بطيئة. كويس. لكني أقول في ظل التوجيهات الأخيرة والتي كانت من لدن مولاي جلالة الملك المعظم في الرسالة الملكية الموجهة للجنة لدولة الأستاذ سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية والتأكيد على هذه المسائل، ومن يقرأ أحكام قانون الانتخاب وقانون الأحزاب يصل إلى نتيجة بأن المسألة الجوهرية في هذه القوانين هو الدفع باتجاه العمل الحزبي وتمكين الأحزاب، وأيضا تمكين فئات المجتمع، التأكيد على دور الشباب والتأكيد على دور المرأة وتحفيزهم في هذا الأمر. أقول بأنه في هذه العملية في قانون الأحزاب، قانون الأحزاب أولا نص على اشتراطات، هذه الاشتراطات سنصل من خلالها إلى الوصول إلى أحزاب فاعلة مؤثرة قوية في عدد، في اشتراطات معينة، في نسب معينة، لابد أن تكون هذه النسب موجودة وأن تستمر هذه النسب. نعم. وبالتالي قانون الأحزاب أكد على هذه المسألة. قانون الأحزاب أكد على قضية عدم التعرض لأي شخص بده يروح للعمل الحزبي، وهذه بفترة من الفترات كانت تؤثر على الناس بإحجامهم بالانضمام للأحزاب، لأنه ربما هنالك إشكالية أو مسؤولية في الانضمام للأحزاب. هذه المسألة المشرع حسمها بشكل واضح وصريح بأنه لا يجوز
ملاحقة أو متابعة أي شخص هو أو أي من أقاربه بسبب انتمائه الحزبي، طالما هو يعمل في الحزب وفق أحكام قانون الأحزاب وفق أحكام التشريعات النافذة، ما في عنده مخالفة، هذا أمر متاح 100% ويعمل ويستمر وينتسب. طيب. أيضا أكد المشرع على طلبة الجامعات وهذا نص واضح وصريح، ثم أكد على أنه أي مضايقات في العمل الحزبي يستطيع الشخص أن يلجأ للقضاء. كل هذه التشريعات التي أعطاها الأمر الآخر، أنا معك دكتور، بس كل هذه التشريعات التي أعطاها المشرع للأحزاب لأن تشكل نفسها، هل الأحزاب قادرة على تسويق نفسها؟ أنا بتقديري نعم، لسبب بدي أقول لك شيء. طبعا أنت في قانون الأحزاب من جهة، ثم جاء المشرع في قانون الانتخاب. الآن أي شخص لديه طموح سياسي في الوصول للبرلمان، في الوصول للعمل العام النافذة المباشرة لهذا الأمر الحزبي، العمل الحزبي، نعم. قانون الانتخاب نص على أنه في المجلس القادم هنالك حصة للأحزاب للقوائم على مستوى المملكة، القوائم الحزبية 41 مقعد، هذه في القائمة العامة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى ما قد تتمكن الأحزاب من الحصول عليه من خلال الدوائر المحلية. الأمر اللي يليه المجلس الذي يليه هذه النسبة بدها تزيد بحيث لا يقل 75% تصير عن آخر شيء، عن 50%، ثم في المجلس الذي يليه لا يقل عن 65%، 65% من عدد المقاعد، بالإضافة إلى ما يمكن للأحزاب، وأنا على يقين بأن الثقافة الحزبية ستترسخ وسيزيد الإقبال على الأحزاب والناس راح يشعروا بأن هنالك ثمة ضرورة لكي للوصول إلى برلمان حزبي برامجي الموضوع كويس في كل جوانبه. هذا الأمر أيضا في مسألة أخرى أخي عامر، تمكين الشباب وتمكين المرأة، راح أجي على هذه النقطة، تمكين هذه المرأة قضية مهمة، راح أجي على هذه النقطة، بدي أحكي عن نقطة أنت بدأت السؤال فيها، تفضل، اللي هو موضوع العشائرية. طبعا في موضوع الأحزاب، نعم. شوف سيدي هسا، وهذا واقع، نعم هو واقع، ماشي. الآن نحن أبناء المجتمع الأردني، كويس، وصلنا إلى القمر، إلى المريخ، أولاد تشريعات، ماشي. بدون تشريعات نحن مجتمع عشائري، رضي ماشي. من رضي وأبى من أبى، ماشي. ولا ضير أن يكون ابن العشيرة ابن حزب قياديا في حزب، صحيح، ولا ضير أيضا أن يستغل الحزب هذه النخبة من أبناء العشائر الأردنية أيضا في تسويقهم ويساهموا في نجاح ماشي. الحركة الحزبية، ماشي. إذن ما المانع أن يكون العشائرية جزء لا يتجزأ من هو ليس الحزب؟ مانع هو، نعم. ليس الآن أنا أقصد في السؤال، نعم. بأنه لا نريد الأحزاب أنها بتروح تأخذ فقط، أنا لأني نعم. عندي قرايبي وأخوتي ولاد أخوتي أنا كلهم أحطهم بهالحزب، الحزب لا ينتج إلا النخب، وكذلك إذا أراد الحزب أيضا أن ينتقي أحدا عشائريا أيضا ينتقيه من نخبة سياسية واعية ولو كان ينتمي إلى عشائر، لكن قانون الأحزاب الأخير، نعم. وقانون الانتخاب الأخير، نعم. لم يخلو من الحشوات، راح يظل في حشو يا سيدي، وراح يظل في مال سياسي، أكمل، راح يظل في حشوة، نعم. وراح يظل في مال سياسي، نعم. اسمعني يا سيدي، فضل. الآن هذه مهام الحزب، ما هي الأسماء التي تقدمها للمجتمع الأردني؟ هل هذه الأسماء مقنعة؟ لها تأثير؟ لها أثر بكلامها، بأفعالها، بخدمتها المجتمعية في هذا في وإذا كان داعم للحزب؟ الآن هنالك أحزاب، أنا على يقين اسم الواحد مثل اسم 42، وهذا سيأخذ نفس الأصوات، وهذا سيأخذ نفس الأصوات، أنا على يقين في هذا المجتمع وفي بعض الأحزاب الأردنية، لا ضير أن يكون هنالك أسماء في رقم 2 ورقم 1، ممكن في بعض أحزاب ناشئة جديدة لحد هذه اللحظة ما استطاعت أن تصل إلى عقول الأردنيين بشكل واضح وصريح، ربما سيكون هناك أسماء ليس لها أثر وتأثير، فإحنا أنتوا أو المجتمع بسميها حشوات، أنا ما بسميها حشوات، هي رافعات، هي رافعات، لأن هذا إن نجح الأستاذ الدكتور وهو رقم 1 وأنا رقم 42، أنا ساهمت في نجاحه وأنا عون له في الحزب، وأنا أرسم له السياسات التي سيقول يمشي عليها داخل مجلس النواب. طيب لماذا يتم استخدام الأسماء المطروحة دائما أردنيا، ماشي، نعم. وهم من يقومون بتشكيل هذا الحزب، هل سنعود إلى حزب الشخص الواحد؟ أستمع إلى الإجابة بعد فاصل قصير أخير، أرجو تفضلوا من بقائي معنا، فاصل قصير أخير.
أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحاب بضيفي. وكنت قد طرحت السؤال، هل سنعود دكتور إلى حزب الشخص الواحد؟ أنا بتقديري أنه لا. هناك إجراءات في هذا الأمر تدفع به خلاف ذلك، والمشرع تنبه إلى هذه المسألة. فيما يتعلق بالأمين العام، لا يجوز انتخاب الأمين العام لدورتين، أكثر من دورتين متتاليتين، وبالتالي يعني أنه هو أنهى هذه المدة خلص. وهذه أنا بتقديري بأنه نص تقدمي من المشرع، ولا يجوز هذا الأمر. ثم الدورة محددة بالنظام الداخلي على أن لا تزيد مدة الدورة عن 4 سنوات. يعني ممكن الحزب في النظام الداخلي يقول أنا بدي 2 سنين. أمر آخر بأنه طالما نحن نبحث عن أحزاب قوية وفاعلة ومؤثرة وقادرة على أن تطرح برامجها وأن تشكل قناعات لدى الناس، وأنه قادر على استقطاب الناس وانضمامهم للحزب، نعم، فهذا يعني ضرورة تداول المواقع القيادية في الأحزاب حتى الناس يشعروا أكثر في هذا الجانب. أنا بتقديري بأنه مسألة الحزب الواحد انتهت، الاسم الواحد أو الشخص الواحد أو سميه ما شئت، هذه مسألة انتهت. أنا حابب أكد هذا بالقانون، هذا بالقانون، أنا بقول قائمة 42 شخص داخل هذه القائمة، أين الاسم الواحد في هذا الموضوع؟ أنت اعتبر باختصار كلامك الآن، أسس الحزب سعادة الدكتور، أسس الحزب ماشي، ونزل لحاله بالحزب، بنجح حزبه؟ لا، إذا لم يكن هناك روافع داخل هذا الحزب ما بيستطيع أن ينجح. إذن هو مو حزب الشخص الواحد، هو أسماء. هي قضية ما حدا بيتحكم بها. أخوي عامر، القضية أنه لما كنت أتكلم عن حزب الشخص الواحد، كان الأمين العام للحزب شخص واحد بمدة مفتوحة، ما يتغير وما يتبدل نهائيا. هذه المسألة تنبه لها المشرع، وبالتالي أمين عام الحزب إذا بده يتولى هذا الموقع يتولى لمدة محددة. ثم الأمر الآخر، أنا أقول لك حتى ينجح العمل الحزبي وحتى ينجح الحزب ويكون قادر على الاستقطابات، هو بالضرورة بده يشتغل على التداول في الأسماء، وأنه في قيادات جديدة وضخ قيادات جديدة وفي لجان وما إلى ذلك. أنا في قضية أنت أثرتها قبل السؤال بأنه الربط ما بين العمل الحزبي والعمل العشائري واستثمار الأحزاب تستثمر العشائر، ارجع أنت على الأقل في مجلس النواب منذ المجلس 11 منذ عام 89 للآن، وأدرس الدوائر الانتخابية دائرة دائرة، تجد بأن الأحزاب بالعادة تطرح أشخاص لهم حضور عشائري في الغالب. أنا أقول واحد ممكن يطلع يقول لي والله معلومتك في الدائرة الفلانية كذا، أنا أقول بشكل بالغالب نعم هم أشخاص لهم حضور، إما حضور عشائري وإما حضور شخصي، أنه له حضور داخل الدائرة الانتخابية قادر على التأثير. وأنا أقول بأنه ليس هنالك أي تعارض ما بين الشأن العشائري والشأن الحزبي، وبالتالي هي قضايا في المجتمع. العبرة بتشكيل القناعات، العبرة بطرح البرامج والقدرة على الاستقطاب. والله نقطة تعقيبا على ما تفضلت، في هذه وليدة ماشي. الآن هاي تجربة وليدة، لا ضير أن تستنجد الأحزاب لرفع سويتها داخل وعلى الأرض في المجتمع الأردني، أن يكون تأثيرها من خلال العشائرية أو أسماء لها أثر عشائري وأثر عدم المؤاخذة تحت هذه المظلة، أنه يكون هذا الاسم أفضل من هذا، حتى إحنا ننجح هذه العملية. إحنا كمان بدنا ننجح عملية الأحزاب، والعملية هذه عملية فكر وتشريع، إذا إحنا ما نجحناها لا يا سيدي، إحنا راح نضل نحوم حول أنفسنا ولا نخرج من هذه البوتقة. كم تتوقع نسبة نجاح الأحزاب بشكل حقيقي وواقعي اعتبار مجلس القادم؟ يعني كيف وضح السؤال؟ يعني الآن الجميع يقول نحن لسه منبلش، وإحنا ما منقولكم إنه الأحزاب راح تنجح 100%، نعم، وإحنا ما جين فيها بشكل تدريجي، نعم، وهي نسبة وبعد بكرة النسبة، نعم، راح تزيد، نعم. وبالتالي هل الشارع الأردني سيقتنع سيمضي وجوباً حسب سيقتنع. برنامج أنا بهدف نقطة واحدة، أنا الآن بدي أروح يا أخوي،
مش سالتني متى جاوبك، انا فهمت السؤال. انا معك، انا فهمت السؤال. هو لازم الجمهور يفهم يا سيدي. انا في البدايه انا احكي هسه، انا بدي اروح على الربابعه بدي اقول لهم انا بدي انتخب جعفر لانه جعفر هذا برامجه ولانه جعفر ابن عمي من الربابعه. عجالي يا سيدي، انا نكتب على بعض، احنا قاعدين نحكي. انا هذا اللي بدي اياك تسالني. يا ماشي، خليني اسولف لك. تفضل. نسبه النجاح، شوف، في في هذا المجتمع اللي احنا بنعيش فيه حاليا، اللي بيجيب 51 ماشي امتياز. انا بالنسبه لي اذا حسناته اكثر من سيئاته 51 امتياز في هذا المجتمع اللي بنعيشه. ولذلك نسبه نجاح الحياه الحزبيه في قادم الايام، في قادم الايام سيكون ستفوق 70 و80%. والسبب في التجربه الاولى لمجلس النواب القادم، عندما يكون هنالك 42 شخص حزبي داخل مجلس النواب، وسيكون لهم عمل مشترك وبرامج مشتركه وعمل على ارض الواقع، واذا رفع واحد ايده بيرفع الكتله كلها، سيكون هنالك تجديد في الحركه الاصلاحيه داخل مجلس النواب، وسيكون هنالك على الواقع ويشعر باثرها المجتمع الاردني. في المجلس اللي بعد القادم سيكون نسبة النجاح وصلت 90%. أنا أخي عامر في قضية مهمة في نفس السياق. تفضل. الآن أنت بدك تقول لي التصويت على القوائم الحزبية. نعم. المواطن الأردني لما بده يتجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة، بده يقترع على الدائرة المحلية وبده يقترع على الدائرة الوطنية، له حق. صحيح. وبالتالي أنا لا أعلم كيف راح يكون الشكل، ورقة واحدة ورقتين، على الأرجح راح يكون ورقتين. ورقة للقائمة الحزبية. صحيح. الوطنية على مستوى المملكة، واحد ورقة أخرى للدائرة المحلية. هو بالتأكيد راح ينتخب من هذه في صحيح. هذه الورقة قائمة حزبية، طبعا ينتخب القائمة ولا ينتخب الشخص. ما في أسماء جوا، لأن في ترتيب في القائمة. الترتيب أول 6 مقاعد 50% منها للشباب وللمرأة. أول 3 مقاعد، ثاني 3 مقاعد، ومقعد للشباب. وبالتالي هذا اول 6 مقاعد. على اول 6 مقاعد؟ لا لا سيدي، احنا انا اقول لك اول 6 مقاعد شاب ومراه وبعدين مراه. مراه كويس. وبالتالي 50% شباب، هذا تحفيز الشباب. 50% شباب. الان هو هذاك الحزب بده ينقي تنقايه. هسه سيدي ما ينقي ما ينقي ما ينقي هو سيدي بده الناخب المره القادمه بده ياخذ قائمه، ينتخب القائمه الوطنيه، القائمه الحزبيه على مستوى المملكه، وبده ينتخب في القائمة المحلية شخص. طبعا اسم القائمة، وبده ينتخب شخص أو عدة أشخاص في القائمة. بده ينتخب حزب بدون اسم؟ ما في اسم. هذه في القائمة الوطنية، في القائمة ما في اسم. ما في اسم. ما في. أحكيها بلغة مبسطة، هاي ورقة الاقتراع. ماشي. الآن عندك 20 حزب نازلين للانتخابات، محطوط أسماء ال20 حزب. مش أسماء أشخاص. مش جعفر الربابعة من ضمن هذا. وانتخبت الحزب. انتخبت الحزب. الآن كيف الحزب حسب أنت العتب اللي حصلت عليها بيطلع لك 5 نواب أو 6 نواب أنت يا حزب فلاني. ماشي؟ ماشي. بروح على الهيئة، شو ترتيب المرشحين عندك اللي نسب لك إياهم الحزب بالهيئة؟ 1 2 3 4 5، أعطيني إياهم، هذول هم الناجحين. يعني وصلت؟ في وصلت. قضية مهمة يعني جدا. يعني أنا اسمي مو بجداول الانتخاب، مش في كويس. جدول كويس. إذا في ورقة الاقتراع. كويس كويس كويس. نعم. كويس. سؤال. نعم. والله ما هو تشكيك. وبآخر الحلقة هو سؤال. هل سيكون أو ما نسبة المال السياسي في ترتيب الأسماء في قوائم الأحزاب؟ أخي عامر، هذه قضية ترتيب الأسماء في قوائم هذا الأحزاب. هذا سؤال. هذه قضية مهمة نحكي فيها. ترتيب القائمة سيتم بقرار من الحزب بحسب العمل الحزبي. بقول ما نعم يا أخوي، أنا بقول لك الحزب الآن سيدي، ما هي أنا بدي أجاوبك. أنت سألت وإحنا بدنا نجاوب. الآن في القائمة الحزبية القضية الأساسية ترتيب الأسماء. كويس. من 1 إلى 41. يعني الترتيب لا يعقل أنه حزب بكوادره، بأمينه العام، بلجانه، بهيئاته، أنه والله أنا بدي أخذ رقم 1 وفلان يأخذ رقم 2. الآلية التي سيصار إلى تحديدها هذه بالتأكيد سيكون لها شأن اختصاصات الأحزاب، وهي قد تختلف من حزب إلى آخر. نعم صحيح. قضية المال السياسي ناشي. للعلم هي قضية مجرمة بموجب القانون بس داخل الحزب. وبالتالي داخل الحزب. يعني خليني أقول نقطة. الآن لما يكون في عندي حزب بآلاف المشتركين كويس، وهم بدهم يراقبوا هذه العملية كويس، وبدهم يحددوا هذا الترتيب ماشي، هل يعقل أنه يجي شخص ويلوح أمام الناس يقول لك أنا بدي أدفع المبلغ الفلاني لا. وحطني رقم 1 أو رقم 2؟ لا. طيب سؤال،
بدي اساله الاستاذ جعفر، أنا احكي انت قلت ولكن اسمعني. انت قلت ولكن ايوه بالنسبه لي بدي الولكن بالنسبه لي بدي احكي لك انا لا اثبت ولا انفي، لا اثبت ولا انفي. طيب ماشي والتاريخ طيب تيجي بهذا الحزب وحزب مبتدئ ويحتاج الى تمويل وبيحتاج الى دعم وبيحتاج الى كذا تمويل من الدولة. يا اخوي مشروع التمويل الدولة بدك بده واحد يدفع من شروط محدده الان مختلفه عن المبلغ اللي كان. بقول لك يا اخوي انا بدي امشي مع هذا الحزب بس حطوني بالاسماء الاولى الثلاث وقد ما بدكم بدفع للحزب. اخي عامر تسمح لي هون برجع للضمير، شو اسوي لك انا على انا كمان بدي اتشفن واضمن الجنه اخويا، شو اسوي انا كمان عامل قانون اخي حزاب. اخي جعفر عامل قانون حزاب في قضيه مهمه اخويا عامر تفضل. احنا قلنا بانه مساله ترتيب الاسماء راح يكون هذا من اختصاص كل الحزب. حزب الحزب يضع الاليه، لابد انه الحزب يضع اليه معينه يتم الاعلان عليها ولا لا طبعا يتم يعني كويس. يعني ما في بالعمل الحزبي دوري شيء سري وشيء شيء كويس. معلن وبالتالي في اليه معينه الان كيفيه التعامل مع هذه الاليه هل يمكن ان يكون هذا الامر هذا الكلام في هذا الموضوع هو خلاف سابق لاوانه لكني اقول ناشي. لانه عمل للحزب عمل جماعي ليس من السهولة ومش من طيب. البساطة يحتاج إلى توضيح بشكل أكبر وليس الآن على جنب جهة يعني ما ظل إشي مخبأ. شكرا جزيلا لضيوف وأبدأ بعضو مجلس النواب سعادة النائب جعفر الرابع، شكرا لك لحضورك، أشكر موصولك معالي عضو مجلس الأعيان معالي الدكتور أحمد علي الويدي العبادي، شكرا لك وحضورك، دمتم بخير، تقل غدا إلى حينه كل التحية، شكرا جزيلا.